بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. معاكم هوجه مطبخ ام باسل. النهارده هنعمل جوله في كارفور ونشوف العروض بتاعته الجميله والحاجات الجميله ومشترياتي اللي احنا اللي انا بشتريها مثلا كل شهر، او ممكن انت تشتريها، وحاجات المدارس والعروض، حاجات كتيره 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 جدا جدا جدا. بصوا الزهور دي جميله قوي، يلا بينا ندخل نشوف العروض. بس قبل ما ندخل ما تنسوش في اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان نسلك كل دي المطبخ المباسل. يلا نسمي بسم الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام ونشوف فريد كارفور، يلا بينا. بصوا عايزه اقول لكم معطر فريده ده تحفه يا جماعه، انا بجيبه من بره ب 27 و 28. بصوا لقيته هنا ب 24 75، اهو شايفين، يعني حاجه تحفه بصراحه. في عروض جميله قوي في كارفور. نشوف بقى كمان يعني في عروض تاني. السرور لفت نظري ان في بنطلون جينز واسع ب 159 جنيه. بصوا شايفين 159، مقاسات كبيره، اللون الفاتح والغامق. بصوا التيشيرت ده بكام؟ 89 جنيه. الماتيريال بتاعته عاليه قوي يا جماعه والله. بصوا تحفه، شايفين طري كده وينفع للمصايف، وفين مناقصات كبيره كمان. بصوا ما شاء الله حلو قوي البنطلون كمان ده يا جماعه، حلو قوي. بصوا في منه مقاسات كبيره ازاي، ينفع برضو المصيف الكلام ده. بصوا التيشيرت ده ب 100 جنيه، شايفين تحفه بجد. بصوا سعره، في منه اشكال كتيره، اسود والموف والابيض، شايفين ب 100 جنيه يا جماعه. دي عروض اللبس. لفت نظري كمان عندهم شنط، بصوا الشنطه ب 159 جنيه. بصوا جميله ازاي، بصوا اوريها لكم من جوه. بصوا شايفينها، بصوا الجلد بتاعها 159 جنيه بس يا جماعه. بصوا دي اللي هي الساده، بصوا انها بصوا الاسود الساده ولا الاسود ده برضه، بس اللون اللي هو الهافان ده تحفه يا جماعه. بصوا تحفه بجد ببلاش، شايفين الماتيريال بتاعتها حلوه قوي قوي قوي، والهافان كمان بتاعتها حلوه قوي قوي، جميله تحفه 159 بس. نيجي بقى لشنط المدارس، دي حوار تاني، يعني اللي عايز يجيب شنط مدارس ينزل يجيب دلوقتي. بصوا دي ب 150 جنيه، 149 بالظبط يعني. بصوا ودي برضو، دي جميلة جدا جدا بصراحة، تحفة شكلها جديد. بصوا يا جماعة حلوة قوي، بصوا كده، بصوا الماتيريال بتاعتها حلوة، عجباني بصراحة، شايفين. وفي علب اللانش بوكس، في علب اللانش بوكس كمان اهي، فيها كذا حاجة من جوه، يعني اللي يجهز مثلا لابنه في الحضانة يجيب من دلوقتي، عشان هي الحاجات الحلوة بصراحة ما بتتكررش تاني. حلوة قوي العلبة دي، فيها كل الألوان، في من الأسود كل الألوان، وفي كذا لانش بوكس والأزايز، حاجات تحفة بجد يا جماعة تحفة. بصوا يا جماعة كمان في عرض مكرونة اسمه رويال، بجد رهيب، شايفين سعره بكام؟ ب9 جنيه 95، ب 10 جنيه، وهو الحجم بتاعه كيلو، كيلو صافي. بصوا جميل جدا، نوع حلو، في منه سمنة عصفور، في منه النوع اللي تحت ده اللي هي زي الخواتم، حاجة جميلة بصراحة، رخيص جدا. بصوا موفر كمان، تعالوا نشوف باقي العروض يلا. بصوا يا جماعه الخلطات اللي بقول لكم عليها اللي هي شيفي، بصوا جميع الانواع هنا بتاعت الكبسه، الرز البرياني، بصوا تتبيله المحشي، الصياديه، السمك، شيش طاووق، الحواوشي، يعني كل الانواع، حتى البرجر كمان اهو، والكفته كلها موجوده، 5 جنيه 6 جنيه 7 جنيه كيس، طبعا بيبقى كبير، كل الانواع موجوده هنا خلطات اهي. وفي منها برضو ايه اللي هي العلب دي، التتبيله بتاعه التكه، والتتبيله بتاعه المشويات، وتتبيله الشاورما، وتتبيله الكفته. انا عن نفسي هاخد
شاورما واللي هي بتاعت ايه المشويات. بصوا يا جماعه الزبده انا بستخدم اللي هي الجنه اللي قلت لكم عليها 35 وربع، والفرن ب 38. بصوا اهي كل انواع الزبده اللي انت بتحبيها انا بستخدم جنه. بصوا يا جماعه في عرض كيكه اهو 17.50 جنيه، شايفينها اهي العلبه. العلبه فيها كام واحده؟ انا فيها 12، 17.50 جنيه. حلوه قوي. جينا بقى للركن اللي كلنا بنحبه، ركن الشوكولاتات. ما ينفعش ان انت تيجي وما تعديش عليه. عامل 4 وعليهم واحده من مورو بكام؟ ب 18.50 جنيه، يعني 5. وهي اصلا الواحده لوحدها ب 4 جنيه و40 قرش. تمام، حلوه قوي. بصوا وفي كيت كات برده اهي 4 وعليها واحده بس دي 45. تعالوا كمان في بسكويت كورونا نشوف. بصوا ده بسكويت بيمبو 17.50 جنيه، بصراحة أنا بعشقه. في بقى نوع بسكويت جديد نازل بالمكسرات، بصوا الواحد ب5.50 جنيه. بصوا جميل قوي ده بالكاجو اهو. بصوا حلو قوي، اسمه جود دي. لفت نظري نوع بسكويت، بصوا اسمه اماندا 3.50 جنيه. الشوكليت زي الفلوتس كده، حلو قوي. الكيس اللي هو الجامبو ب8 اللي نزل عليه عرض 7.95 جنيه، مش كتير يعني. لا بس على ما اعتقد ان هو ايه اللي هو ب10 جنيه، اللي ب10 جنيه ده هو اللي ب7.95 جنيه. بصوا مكتوبه اهو. بصوا بقى اقول لكم على حاجه عجبتني قوي، ابو عوف عامل رز بسمتي ومنزل برضه عليه عرض، شايفين ده سعره 23.90 قرش اهو. بصوا وعامل اللي هي الذره بتاعت الفشار، وعامل العدس، عامل معظم البقوليات. بصوا وعامل اللوبيا، عامل الفول المدشوش اهو سعره 26، وده الحمص 34، ده رز بسمتي. بصوا وعامل كمان اهو عدس، ده عدس وعلي الترمس، ده العدس اللي هو الكبة اهو. سعره كام؟ 18 جنيه. شايفين يا جماعة الأسعار؟ وده رز اللي هو المصري العادي ب8 جنيه يا جماعة. بصوا شايفين ابو عوف عامل عروض حلوه قوي قوي قوي. وده قمح البليله اهو شايفين ب14 جنيه، كل حاجه كيلو. بصوا من ابو عوف اهو، حاجه ابو عوف جميله جدا بصراحه، يعني عروض تحفه. تعالوا نشوف في ايه تاني. ابو عوف عامل عروض على الستكس، يعني الاثنين دول ب15، عروض حلوه قوي. وده كمان ده شوفان، بصوا 23، حاجات تحفة بصراحة. بصوا البريكتلز حاجات جميلة، والاتنين دول ب13 سناكس، دول على حسب بقى ايه الوزن. بصوا ده ب6 جنيه، كل الحاجات دي عاملها ابو عوف. بصوا دي بقى تشكيل الشوكولاتات، دي ب21، وده شكبون ب26. طبعا بكميات كبيرة، ممكن عايزة كميات صغيرة بتاخدي. وده ب16. بصوا اسم النشاط الصيني، دي الدرة اللي كل دي ايه حاجات ابو عوف عملها، شايفين؟ وادي اللب،
ادي المكسرات، كاجو، البندق، الفستق. جينا لأهم ركن بقى في كارفور، وهو ركن الأسماك. بصوا الجمبري ده، جمبري وسط بكام؟ ب109. شايفين؟ شايفين حجمه؟ حلو والله. يعني شايفين حجمه جميل ممتاز. والكابوريا ب100. بصوا شكلها يفتح النفس ازاي. وفي كمان ب209 اهو، ب139. وفي السمك البلطي ب29 يا جماعه. شايفين السمك البلطي؟ تحفه، محمر وجميل. عن اذنكم بقى عشان عايزه ايه اخد تشكيله اسماك كده حلو. حبايبي يا رب يكون الفيديو كان خفيف عليكم. دي عروض كارفور النهارده، يا رب تكون عجبتكم ان شاء الله. بتمنى تيجوا وتجيبوا كل طلباتكم ويكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش بقى في اللايك والاشتراك في القناه بتاعتي وتفعيل الجرس عشان يوصلكم الفيديو المطبخ المباشر. اشوفكم على الف خير ان شاء الله، فيديو جديد وكده وجميل في المطبخ المباشر. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.